أنا من اللي كنت بتحكي عنهم المصابين بلعنة الحب. فكنت تعرفت على شخص لمدة 3 سنين وعلى أساس أنه نتزوج، وحكى مع الوالدة طلب إيدي أنه نتزوج وهيك. وفجأة من شهرين يعني عادي مثل ما أي 2 عشاق بيتزاعل وكذا، أنا ناطرة أنه هو يتصل، هو ناطر أنا اللي أتصل. فجأة بلاقيه قطع علاقته معي نهائيا. يعني بقول له أنا ناطرتك تتصل علي أنه تراديني كلمة حلوة كذا. تفاجأت أنه عم يقطع علاقته معي نهائيا. ليه قطع علاقته؟ هل أنت يعني كنت مصدر إزعاج؟ لا عمري. أنا بسأل يعني. بالعكس، هو حتى دايما كان بيقول إنه أنا عاقلة وكذا وما بحكيه إلا لهو يتصل. حتى إذا شي ضروري ببعث بس رسالة واتساب. ما عمري ما كنت مصدر إزعاج له يعني بالعكس. زين، وليه ابتعد؟ ما تعرفين السبب؟ فجأة اختفى من حياتي بطريقة بلوك بكل شو اسمه. وطيب احكيني، طيب قلي ليش، طيب اعطيني سبب مقنع. ما عندي سبب. لا والله انت والله اذا انت للان ما عرفتي شو الاسباب تكون انت خارج التغطيه. لا لحد هلا ما بعرف الاسباب، لانه هو رافض حتى يشوفني او يحكي معي. نصيحتي لا تعرفي الاسباب وخلص. صفحه وطويت. طيب كيف يا شيخ، انت بتعرف انت بتحكي انه مره حضرت لك حلقه انه الحب. ادري انا ما حكيت، انا ما خالفتك الا بالموت يا حنان. بعد امبارح عم شوف الفيديو يا حنان. انا ما خالفتك لمن وصل للحب الا بالموت يا شيخ. انا مرتين انا قعدت بالمستشفى يومين من شهر هذا الحكي. بالمستشفى يومين نمت عم قول يا ربي شيله من قلبي، يا ربي مثل ما حطيته بقلبي شيله من قلبي. ممتاز، اتوقع هذا افضل حلول. ايه ما يعني ليش يجب ان تشوفي؟ انا احب العاقله، يجب ان تكوني عاقله، علمتي؟ اجمعي امرك ورتبي اوراقك وخذي قرارك، لا تنتظري مني ان اعطيك القرار. من الجهاله يا حنان ان تكوني الى الان لم تعرفي السبب، قمه الجهاله. بعرف انه تعرف على وحده ثانيه، بعرف هالشيء. الله يعطيك العافيه، خلص. الله اعلم، ما اقدح في النوايا، لكن كوني عاقله. لا بس احساسي بيقول. نعم. انه يا حنان أنا يا حنان حياتي بدي اعيش، مش عارفه اعيش، عم الاقي صعوبه بالتنفس يا شيخ. ان شاء الله خلص، ما ادري، ما عندي حل لنا، لكن اقول لك رتبي اوراقك يا حنان. نعم.